وراء هذا الحاجز لقوة الأمن الوطني تجند شباب بسطورات برتقالية توفيق ورفقاؤه أطلقوا مبادرة لتفادي احتكاك قوة الأمن مع المتظاهرين يكونون هم السد الواقي الفاصل بينهما. يعني مبادرة هذه جات يعني وحدها كان باسومان باسيس راه أمور يعني خارج عن نطاق هنا في التونال. انا كنت نقصر مع اصحابي قلت لهم نديروا هكذا نديروا هكذا وكما كان الحال نجحت هذه المبادره. فقط الهدف من هذه المبادره هو التأطير وعدم احتكاك عناصر الشرطه بالمتظاهرين. شباب اختاروا هذه المبادره لتجنيب الحراك شوائب الجمعه الثامنه عندما حاول مندسون تحويله عن سلميته التي ابهرت العالم. اون دي بينيفول ما نتبعين حتى حاجه ما نتبعين حتى احنا برواحنا من المتظاهرين خرجنا من الغاشي هادو وان شاء الله سلميه. سانيمونس بليزير لي بارتيسيبينا هنا في السلميه سلميه والحمد لله جازت خفيفه مالغري ما جاوش بزاف الغاشي لهنايا اليوم والحمد لله مام لابوليس هنا اليوم معياش وكان دو بارير هنا تاع لي جون تاع السلميه سلميه. نتمنوا الخير لبلادنا سوليدار. الحراك مستمر والمبادرات تتواصل والشباب يبدع والهدف مرفوع من أول جمعة. سلمية مسيرتنا، سلمية مطالبنا، وبالسلمية سنحقق الهدف ولو كره المندسون.